بيان هي ضحايا حادث حافله فريق مولوديه البيض الجزائري النادي الاهلي ومجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود الخطيب واعضاء وجماهير النادي يتقدمون بخالص التعازي والمواساة إلى نادي مولودية البيض الجزائري الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره في وفاة اللاعب زكريا بوزيان والمدرب خالد مفتاح واللذين وافتهما المنية إثر حادث أليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على كل المصابين. إنا لله وإنا إليه راجعون. زي ما حضراتكم عارفين كان في فريق في الجزائر كان متوجه لأداء مباراة ولكن حصل له حادثة، توفى اثنين أو اللاعب والإداري اللي موجود للنادي الأهلي بينعيهم، وهناك بعض الإصابات في هذا الفريق. إن شاء الله يقوموا كل المصابين يقوموا بألف سلامة. طبعا يعني ألف سلامة على المصابين وربنا يرحم الناس اللي توفت، وفي الآخر طبعا كلنا بنقول يا رب، يعني كلنا بنقول يا رب ان شاء الله النادي الاهلي بكره يعمل مباراه جيده ونحصد البرونزيه الرابعه في تاريخنا، لان هيكون انجاز كبير جدا جدا، واحنا عندنا ثقه وعندنا يعني كل الثقه في لعيبتنا وادارتنا وجماهيرنا اللي ان شاء الله باذن الله هي السند بكره باذن الله، ويكون متواجده بكثافه في ارضيه الملعب عشان تكون هي اللاعب رقم واحد. كل التوفيق لفرقتنا ان شاء الله بكره اسلام ان شاء الله. والاهلي المونديالي جاهز للفريق الياباني. حلوة. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة بكرة، ويا رب يا رب دائما النادي الأهلي يظل فوق الجميع ويظل دائما ولاده وأبنائه وجماهيره في ظهره لمساندته ودعمه الدائم اللي احنا شايفينه خلال هذه الفترة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله نلتقي قريبا وحلقات جديدة من الأهلي في المونديال.